ان شاء الله غنسافروا فيها جميع لمدينه طنجه وبشرى اللي بدينا معها الدردشه في اول الحصه في اول الساعه ومشات علينا، يمكن شي بره ديالاتي فوق البوطه خلاته ولا شي بطبوطه فوق البوطه. بشرى واقيلا انا شكيت، ولكن اكدي لينا الله يرضي عليك بشرى. ولكن شوفي انا بقيت كنهضر مع راسي أيه؟ قلبت على الريزوم وما جبت شي حاجه، انا عندي الريزوم ما عرفتش شنو وقع. بقيتي تهضري مع راسك. ولكن عرفتي اختي جهاد؟ نعم. لا مشتونا بداك الذكر على الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوا شطحنا وردحنا والطبله منزله واحد النشاط ما نقولكش عليه يا اختي جهاد. والوالده والخو والوليدات وخويا والوليدات وكل شيء فرحان وكنشطحوا وداك الشيء ما تصوريش اختي جهاد. تحيه ليهم، رحنا معاكم وحنا في قلب كل البيوت المغربيه اليوم، بغينا نوصلوا لكم الفرحه وبغينا نوصلوا لكم هذا الاحتفال هذا بهذه الذكرى الطيبه. فنبغيو كلكم تكونوا ان شاء الله في هذا النهار ناشطين وفرحانين، وتكون اللمه ديك لما ديال الأسرة وديال العائلة اللي فيها النية صادقة بشرى وفيها المحبة الصادقة لله بشرى. عندك الحق الحبيبة ديالي ما كاينش بحالها. تماما. وبشرى خلينا يكون ساكن بعيد وبعيد على العائلة ديالو، ربي اللي عالم به. شتي راه الغربة ماشي الغربة انك تخرجي للخارج ولا، راه الغربة حتى في بلادك. كنقولها دائما كنقولها دائما يعني الغريب غريب في القلب وفي الروح ديالو. نعم. انا بشرى قولي لي واحد الرغيف ديال العيد كنا غناخذوهم وما بقيناش خديناهم، واش دابا وصلوا لمرحلة ديال القلي اللي جبتي لينا للاستوديو ربعة ديال مايزينا كيجاوك؟ روعة دابا ما خلاو حتى وحيدة، كلشي كلا روعة. وأنا اللي كيعجبني في النهار ديال أي عيد من الأعياد اللي كنحتفلوا بها أن الرغيف يكونوا حاضرين في الطابلة، يعني رغم يعني الواحد كياكلهم غير واحد جوج المرات ولا ثلاث المرات في العام، ولكن النسمة ديالتهم كتغريك بأنك يعني ما تفوتيهمش وما تغيريش عينك عليهم. لا بشرى عندك الحق. الرغايف كيعجبوني بزاف. اذا هادو رغايف العيد نعاودو ناخذوهم من عندك. هادو مزيونين، هادو ديال مايزينا. اييه هادو ساهلين ما فيهمش المقادير بزاف. هادي السيده واخا تجي من الخدمه وتصوبهم يعني دغيا كيوجدوا. نستعملوا العجانه ولا العجانه اليدويه ولا العجانه ديال الاهل؟ طيب. لا ما تمشي العجانه الكهربائيه. لا ضياع، الاقتصاد هو شعارنا. اذا المقادير كناخذوا كاس كبير ديال مزهر. اذا كاس كبير مزهر، كاس كبير ديال الزبده. الحبيبه ديالي الا قلنا كاس كبير شنو كنعنيو بكاس كبير؟ يعني اما كاس ديال العلبه واما كاس ديال اللي كنشربوا فيه الماء. يعني ديال الماء كيختلف، غادي تعبر بمزهر كتعبر بالزبده. عطينا العبار بكاس عنبه يكون احسن ياك. هي الا بغات السيده بحال دابا كتاخذ داك القريعه ديال مزهر، الا قطرات مزهر عندها في الدار يا ودي لاباس هذاك مزيان. ايوا فينا. الا ما قطراتوش كتاخذ داك القريعه ديال اللي كتباع عند البقال. هذيك كتاخذها وكتزيد قدها كتعملها زبده. زبده مذوبه. الزبده مذوبه. دابا وصلنا للزبده مذوبه، ولكن هذا الكاس كبير ديال المزهر هو القرعه ياك؟ المهم هو القرعه. بغات السيده بحال دابا انا بعض المرات كنبغي ندير غير شويه. كندير غير كاس ديال العلبه وكاس ديال الزبده. اعطينا هذا القياس. كيخرجوا داك 12 14 الوحده. اعطينا هذا القياس ديال كاس عنبه. واه خذي كاس ديال العلبه ديال المزهر. ايه ها هو. ايه. وكاس ديال الزبده. كاس زبده. وشويش ديال الملحه. ملح. اييه. وشي 100 غرام ديال مايزينا. 100 غرام مايزينا. واللوز كنسلقوه نقشروه ونقليوه وكنهرمشوه شي شويه غير تزيين هذاك. ونقليوه ويتهرمش. اييه. من بعد صافي هادو هما المقادير ما فيش بزاف. اييه. كتقطعي هاد الزويته وهاد مزهر والزبده كتحطيهم في واحد الاناء اللي غادي تخلطي فيه. كتزيدي عليه مليحه ونسيت قد دقيق باش كيتجمع. راه داكشي كنشوف 100 غرام مايزينا باش غتخرج. قلت مايزينا كتبقى غير كتوراق. قلت اش هاد المعجزه هادي 100 غرام مايزينا غتخرج 14 قياسه. راني غير فرحانه اختي زياد. الفرحه نساتك طحينه بشرى.
فرحانه نسيت الدقيق. واخا لالا. اذا الزبده، اذا المقادير نعاودوا من الاول. عندنا كاس عنبه ديال مزهر. نعم لالا. عندنا كاس الزبده. وكاس ديال الزبده. عندنا شويه ديال الملحه. 100 غرام مايزينا. هذيك مايزينا كنخليوها باش كنورقوا. حنا غير كنعطيو المقادير كليا. ولكن كنخليو مزهر والزبده وكنزيدوا عليها الدقيق. الدقيق يعني عيني ميزاني وانا كندير. صافي غير عينك ميزانك كتبقاي تجمعي بحال اللي كتجمعي شي خبيزه صافي. كيفاش غتجي لينا العجينه راه خوا شويه. العجينه كتجي بحال دابا فاش كت مع الزبده كي كتبركي بحال شكل الصابلي. اييه مرمله. صافي مرمله. اييه. ما كتخليها ترتاح ما والو. كتقطعي هذاك الساعه كتفرقي على جوج. وكترشي مايزينا فوق الرنيه فوق البوطاجي اللي غادي تخدمي بها الطاجويه الرنيه. اييه. وكترشي مايزينا وكتحطي داك العجينه ديالك وكدلكيها بالمدلك. اييه. حتى كتخليها ورقه كبيره. وانتي كترشي المايزينا من الفوق. من بعد كتبقاي كتلوي. بحال كي كتروليها 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 حتى كتوصلي للثاني ديالها. اييه. من بعد كتقطعيها. اييه. كتجي مدوره. من بعد فاش كتقطعيها كتبقي تحطي عاود مايزينا وكتقرصي. اييه. كتقرصي وتحطي. اييه. عاود تقرصي وتحطي عاود تقرصي وتحطي. حتى كتسالي كلشي كتسالي ديك الكميه اللي عندك. اللي عندنا ديال هذا الخليط. اييه. من بعد كديري الزيت يسخن. بغيتي بحال دابا بغيتيهم في ذاك الساعه راه كي كتحتاجيهم في ذاك الساعه. بغيتي تخليهم حتى الصباح كتفرشي عليهم شي زويف بحال دابا كتغطيهم شي منيدل. اييه. وتخليهم حتى العشيه فوقاش بغيتيهم. اييه. بغيتيهم ذاك الساعه راكي قرصتيهم وساليتي كديري الزيت يسخن. الا خليتيهم وقيله العشيه بوشره كيجيو شويه منفوخين ياك؟ لا 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 نهائيا لا خميره لا حتى حاجه نهائيا. يعني انا صوبتهم البارح في الليل مع تسعود وخليت ولا غدا في الصباح عاد خليتهم. اييه. بحال اللي درت فاش كنت جايه لعندك. نعم. اييه. حتى الصباح عاد قليتهم باش كيجيو داك القرمشه فيهم كيبقاو مقرمشين. اييه اييه. المهم التقنيه فين كاينه؟ كاينه في الزيت. هانا لالا زيدي. فاش كتحطيهم في الزيت سخونه كتبقاي تشدي معلقه وكتاخدي من داك الزيت وكتصبي فوق داك الرغيفه. اي فوق الوجه الاخر اللي الفوق. اييه. فوق الوجه محدك انت كتخوي بداك الزويته سخونه وهما كيتنفخوا. كيتنفخوا كيتحلوا من الداخل. واش فهمتي؟ فهمتك. اييه. يعني وفاش كيتحمروا من التحت كتقلبيهم عاوتاني وتبقاي بالمعلقه. يعني اذا كانت عندك المقله كبيره كديري الزيت الزايد وكتبقاي يعني هاد العمليه ديال المعلقه هي اللي كتنفخ لينا هذيك المعلقه. يعني ماشي بحال دابا كتحطيهم وتخليهم يتقلوا على خاطرهم. نعم. وتقلبيهم. لا. نعم نعم نعم. ما كيجيوش منفوخين. نعم. اذا احنا قلينا هاد الرغايف. صافي فاش كتقليهم كتحطيهم يستقطروا فوق داك الكويغ ديالنا ديال الكوزينه. اييه اييه. النشافه ولا اللي كينشف. هذاك النشاف اللي كينشف الزيت. اييه. ومن بعد نسيت ما عطيتكش شويه ديال العسل كتبقاي تهنيهم بعسيله ولا الكونفيتير اللي بغا. اختيار ديال السيدات. كاين اللي كيغطسهم تقريبا ماشي تاع. لا لا. الشيء اللي غطستيهم كتجي الحلاوه كثيره. نعم نعم. اما فاش غير كترشيهم بحال دابا غير كتمسحيهم بداك الشويته كديري لهم العسيله من الفوق. وكترشي عليهم داك شويه ديال اللون بصح يجيو مزيانين احسن من الغطيسي. احسن 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 احسن. فهمتي؟ اما الا درتيهم في العسل كياخذوا كيوليو ثقالين بالعسل وما تقديش تاكليهم. فهمت لاله بوشرى. يعني كنتي غير وحيده ما تقديش تكمليها. نعم. وحتى المستمعات غادي يفهموا لان الناس يعني مؤخرا بدات حتى كتنقص من الحلاوه وما بقيناش قدرنا على الحلاوه كثيره ما بقيناش قدرنا عليها. وهانتي لاحظتي ان فيهم غير الملحه. يعني حتى الطيبه ديالهم كيجي غير داك الطيبه ديال مازهر. نعم نعم. وكتلوحي عليهم داك اللوز الهرمش كيجي من الفوق كيجيو هائلين. نعم. كاين اللي كيعمرهم بالعقده كيعمرهم بالعقده ديال اللوز لالا بشرى ياك؟ نعم. كاين اللي كيعمرهم بالعقده ديال اللوز هادوك داك الساعه. لا هما حيت كيجيو مقرمشين ما يمكنلكش تعمريهم لحقاش الا مشيتي بحال دابا جيتي تعمريهم بشي حاجه ولا هذا غيتفرتو. نعم نعم. واش فهمتي كيفاش؟ نعم. كيجيو القرمشه ديالهم. نعم. كتجي حتى المذاق ديالهم. يعني كتعضي ما كتعضيش. نعم. الزيت ما كتعضيش بحال دابا شي حاجه حلوه. نعم. بحال اللي واكله شي حلوه. نعم. منفوخه. منفوخه. اييه تبارك الله. يعني واللي كلا الاولى كياكل الثانيه والثالثه يعني ما كتقهمش. نعم تبارك الله عليك. الله يبارك فيك الحبيبه ديالي. قلتي لي صايبتيهم اليوم الوالده عجبوها الوليدات. صورتهم اول مره كياكلوهم يعني عجبوهم.
عجبوهم بزاف صراحه. هذا الصباح كلاوهم وخلاو مع عملت الكيكه وعملت ماما جابت لي مسكينه الفقاص وجابت لي البهله كتعجبني من فاس من فاس يا بشرى. اييه ايوا وحطينا زويته بلديه جابوا لي زويته عصروا زويته بلديه عاوتاني خويا كنشكر الله يجازيه. اييه هو مسكين جاب لي زويته بلديه وجابوا انت مولات الخير ما خلاو ما جابوا. تبارك الله تبارك الله والخير الخير تبارك الله الطبله عامره الحمد لله وتكون وتكون القلوب عامره بشرى بالمحبه. هذا هو مكان اخي هذا مكان الحمد لله الله يدوم هذه المحبه يا رب امين اللي بقينا كنفتقدوها يا رب يا رب بقينا كنفتقدوها اختي جهاد. يعني هذه المحبه بين الخوت ومحبه بين الوالدين ومحبه فاش كتشوفي شي ناس وحدين اخرين يعني كتقولي واش ما بقيناش واش يعني الملاهي ديال الدنيا خداتنا. يعني الانسان كنتمنوا ان الماده طغات على البشر الماده طغات على البشر والطمع الطمع طغى على البشر. عندك الحق فالهليش عندنا من هاد الناس بشرى وكنتمنوا كل واحد مدوز العيد دابا بوحده وما يحش انه بوحده بشرى معاك ومع هاد المستمعات ومع الاذاعه. واللي صلى على النبي يربح كي كتقول سي جهاد. صلاه والسلام على النبي على النبي شكرا لالا بشرى شكرا. قلتي لي عاوتاني مجدش شي حرشة ياك؟ نعم مجدة شي حرشة؟ كاينة واحد الحريشة بالحمراء عاوتاني الناس دريجي من الناس ديال المعيدة. يعني عاود هائلة وبقي معنا ناخذوا هذا الاختيال الغنائي ورجعوا ناخذوا معك هذه الحرشه بالحمراء اللي ممكن يستهلكها يعني مول المعده كما قلتي ومول المصارن واللي عنده دائما تخوف من 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 الدقيق. تبارك الله عليك بشرى بقي معنا وسلمي لي على مالين الدار وقول لهم جيهان كنسلم عليكم وطاقم برنامج كنسلموا عليك بزاف اللقاء المفتوح راه فرحان بكم. شكرا اختي جيهان. اميره منين سمعاتك ما حيدتش محدة التلفزيون وهي كتسمعك. حبيبة ديالي والحبيبة ديالنا طاطا جيان طاطا جيان طاطا جيان قبيلة وهي كتغوت وجيبيها مرة أخرى للاستوديو ربعة ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين. طول عمرك مرحبا بك.